مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. اليومين هذه شوية في أزمة كبيرة عند بعض الأندية السعودية ومنهم طبعا نادي الاتحاد، اللاعب البرازيلي برونو هنريكي اللي موجود الآن في البحرين وينتظر التصريح الرسمي اللازم لعبور جسر الملك فهد للوصول إلى الدمام، ثم يعني استخدام إحدى الرحلات الداخلية من الدمام إلى جدة للحاق بمعسكر فريق نادي الاتحاد. الاتحاد اللي باقي له أقل من 6 أيام ويلتقي مع نادي الشباب في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا العربية طبعاً، عفوا إن شاء الله عقبال آسيا إن شاء الله يوصلون لنصف النهائي. نادي الاتحاد عمل اتصالات مع اتحاد كرة القدم ومع وزارة الرياضة، وسمو وزير الرياضة أيضا مشكور تفاعل مع الطلب اللي قدمه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، وفي أيضا مجموعة من الأندية، في لاعب من القادسية أيضا موجود في البحرين، في لاعبين من أندية الدرجة الأولى موجودين في البرازيل، يمكن هذول يلاقيهم ملفهم يطول لأن موجودين في مكان فيه يعتبر بؤرة للموجة الثانية أو الفيروس المتحور لكورونا. لكن اللاعبين اللي موجودين في البحرين وصار لهم بالذات اللاعب برونو هنريكي لاعب الاتحاد صار له أكثر من أسبوع ينتظر الإذن للدخول إلى المملكة. في بعض الجمهور كان يقول لا، أن احنا مفروض نطبق النظام على الجميع وأنه يعني لا الآن في إغلاق حدود ومفروض ما يدخلون. لكن على الجانب الآخر احنا شفنا أمس دخول السائقين رالي داكار، فبالتالي هناك أكيد في إجراءات أيضا للتعامل مع هذه الحالات المفاجئة، خاصة أن برونو هنريكي لاعب الاتحاد ترى ما راح يتمشى، يعني هو رايح لظرف طارئ، زوجته متعلق بزوجته وراح عدة أيام ورجع، فتخيل أنت الوقت اللي جلسه في البحرين الآن أكثر من الوقت اللي أخذه في ذهابه وعودته. لكن وسط هذا الوضع الصعب طبعا يخلي الاتحاد شويه يطالب بهذا الموضوع ويضغط ويحاول ويحث وزاره الرياضه واتحاد القدم على التدخل، لانه عنده كمان مجموعه من الاصابات، فلما تجمع الاصابات دي مع غياب برونو هنريكي تلعب قدام الشباب بعكاز. فيعني الانباء اللي جتنا انه ان شاء الله بكره يمكن يكون في قرارات طيبه واخبار ايجابيه في هذا الموضوع ويستطيع اللاعب ان يعني يدخل. اذا قلنا اليوم الاثنين يمكن بكره الثلاثاء تطلع موافقه، لو دخل بكره ياخذ طياره من الدمام الى جده، فالثلاثاء راح يعني يا دوب يتدرب معاهم الاربعاء او الخميس بعد على حسب الاجراء اللي راح يتم، راح تسوي له مسحه ويعني في شويه اجراءات، يمكن يطلب منه عزل كمان 48 ساعه، قد يؤدي يسحب هذا اليوم الجمعه، فتشوف متى المباراة مع الشباب يوم 4 يناير في نصف نهائي بطولة العرب. فنتمنى إن شاء الله يعني أن الموضوع هذا ينحل. أنا يعني يمكن مركز في جزئية الشباب الاتحاد شوية، لأنه يعني احنا نبغى الفريق هذا يرجع، ما احنا مو قضية ان احنا ندعم الاتحاد على طول الخط، لكن عودة الاتحاد ويعني وتحسن وضعه هذا بلا شك أنه أمر جيد لكرة القدم السعودية وللمنافسة وللجمهور ولمتعة كرة القدم السعودية. نقول يا رب. نبدأ الحلقة مع العناوين. الاتحاد يطالب بدخول هنريكي مثل إجراءات سائقي رالي دكار. محاولات لتعجيل دخول اللاعب ليلحق بمباراة الشباب العربية. بعد الحلافي وفيتوريا، استقالة مدير كرة النصر وبقاء عبد الغني. رحيل 14 إداري وتنفيذي ولاعب من نصر السويكت حتى الآن. قرارات مرتقبة من الانضباط من بينها نادي جماهيري كبير. رحب بضيوف حلقتنا اليوم، معي من الرياض محمد العنزي ومعي من الأحساء الهفوف ولا المبرز خالد السعود؟ مبرز كلها واحد. ومعنا عبر الهواء مباشرة من مدينة المبرز في شرق المملكة العربية السعودية خالد السعود. الله يحييك. الأحساء
أفتخر جدا بوجودي وانتمائي لهذه المدينة والبقعة الغارية جدا على قلبي كما هي يعني جميع مدن المملكة. صحيح صحيح. الحسا حسا تاريخ طويل، تاريخ علم وتاريخ تجارة وتاريخ، يعني كل ما تشوف تاريخ المنطقة خلال 300 سنة الماضية لابد أن تقف أمام الأحساء، يمر ذكرها في كثير من الأحداث المهمة في تاريخ المنطقة. يستاهلون الحسا. نرحب زميلنا محمد العنزي، حياك الله أبو لمى. مساء الخير أبو بدر، أمسي عليك وعلى متابعين الدوري مع وليد في كل مكان، وعلى الزميل العزيز خالد السعود. وخالد منور في كل الأماكن، سواء في الحسا في المبرز أي مكان خالد هو منور فيه. بس في نقطة أبو بدر، إنه دائما يا أخي خصوصا لما يكون في مشاكل في النصر، لما يكون النصر فايز، لما يكون خالد موجود، يعني معقولة أنه غير الفتح في شيء ثاني؟ يعني هذه يجاوب عليها خالد. في فاصل أبو بدر ولا بس المشكلة أنا من حسن حظي يا أبو لما ترى تواجدي معك دائما وأبدا، سواء بحلقة تضم النصر أو غيره من الأندية، وجودي هنا يمكن يعني بشكل عام الجميع أتحدث عن جميع الأندية ويهمني بالدرجة الأولى والأخيرة دون مسميات الفاتح أولا وأخيرا. طيب يعني قد أتعاطف مع نادي معين بسبب مشكلة أو غيرها، ولكن في العينان لا شيء سوى الفاتح. يعني كلام المجاملة هذا ما يوكل عيش ترى. يعني اطلع بها ابو بدر. اي ما يمشي، يعني لو انا مشاهد قاعد اتفرج ايش قاعد يطبل، يعني يصبون البعض ذول وهذا يقول انا ابو بدر. الحين محمد العنزي استنى بس، انت الحين لسه فيك صوت، انت المفروض ما اسمع صوتك شهر. ها اليوم الحلقه هذه لازم تكون هادئ. انا اي اسمع، انت في وضع ما يعلم انت في وضع ما يعلم فيه الا الله. زين ايش الوضع هذا؟ لان الوضع الان لما تشوف جدول الترتيب الوضع اللي فيه النصر، إيه؟ انا ذاكرتي ما اذكر النصر كان كذا. بس بذاكرتك ايضا لازم تذكر انه النصر حتى هذه اللحظه هو النادي الوحيد اللي ينافس على كل بطولات الموسم. اي معليش هذا لازم تذكر، هذه تحطها تغريده في تويتر. زين لا 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 مو تغريده، مو تغريده، هذا واقع، هذا واقع، هذا واقع، هذا واقع. في السوبر النصر موجود، في كأس الملك النصر موجود، الدوري تبقى 60 نقطة موجود. أتكلم على حسابات، ما أتكلم على أنه يأخذ أو ما يأخذ، أتكلم على حسابات. ناخذ بمبدأ في آسيا موجود، بمبدأك هذا 60 نقطة باقية، أنت في 10 جولات من 30 نقطة جايب 8، يعني 60 النقطة الباقية أنت باقي لك فيها بالمعيار هذا 16 نقطة. ما يصير، ما هي تضمن لي للأندية الأخرى، تضمن لي الأندية الأخرى لا يمرون بما مر فيه النصر. هذه كرة قدم في نهاية الأمر، لكن حينما نتحدث عن حسابات ونتحدث عن واقع سنجد أن النصر هو النادي الوحيد حتى الآن رغم كل ما يتردد هو في المنافسة، في كل المنافسة على البطولة، هو النادي الوحيد. جيب لي نادي ينافس على كل البطولات الموسم. محمد احنا ما نتحدث من منطلق تقليل، بس انت ما يصير تحط معيارك على انه لسه وبنقدر. انت يعني مش انت طبعا، نادي النصر اذا فاز المصيبه الاكبر ان اللي فوقه في الترتيب يفوزون، وهذا يؤدي لاستمرار بقائه في نفس الموقع. يعني الان 10 جولات هذا الموقع كارثه، فالفريق يحتاج الى انتفاضه. يعني اللي حصل في المباريات الماضيه من تفريط نقاط لا يوحي ان الفريق بيدخل انتفاضه. يعني كان في تركيز على موضوع فيتوريا، طب الحين فيتوريا راح، ايش اللي جاي؟ خلينا اذكركم طبعا ما دام احنا فتحنا الموضوع، نذكركم باستفتاءنا اليوم، ما رايك في تغيير الجهاز الفني بنادي النصر؟ 3 اجابات: 1 ادعم القرار، 2 ارفض القرار، 3 لا زلت متردد. يعني يقول لك لسه بشوف نتائج التغيير هذا عشان انا ايده ولا ارفضه. يا ريت تشاركونا على لا ارجع في الاستفتاء يا بحلال، ارجع طالع اللونج ونازل لي، ما مش وقت الكلام ده. هذه 3 خيارات. خالد السعود ايش تختار وليش؟ انا قبل القرار طبعا انا ضد القرار، لانه انا اعرف انه هذه المشكله ليست الوحيده ولا هي المشكله العظمى في النصر، ولكن ما بعد القرار ما لك الا يعني تسلم امرك لله، وانه القرار خلاص تم
اتخاذه وعليه انك تدعم الاداره. اذا انت 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 مختار رقم اثنين مسبقا، هذا كان موقفك في السابق. مسبقا طبعا ضد القرار لاسباب كثيره، يعني التبعات الماليه اللي النصر هو في احوج لها الان، في التزامات كبيره جدا على الاداره يجب الايفاء فيها. اعتقد بقاء في توريا انت بكل الاشكال لن تنافس، يعني انا اخالف الزميل محمد في قضيه انه النصر ينافس على جميع البطولات. النصر لا، بطوله الدوري على النصر انه يكون واقعي جدا ويفصل بطوله الدوري عن بطوله السوبر اللي هي مباراه واحده، وعن كاس خادم الحرمين الشريفين اللي هي ثلاث خطوات وبعدها قد تكون انت بطل البطوله. ولكن مسابقه الدوري الجميع يرى صوره النصر الغير معقوله، يعني ولا اذا انت تحب النصر وانت تقول ان النصر تريد عوده النصر فعليك ان تكون عقلاني في نظرتك للنصر وما يستطيع النصر ابو بدر امام المنافسين ليس المنافسين الكبار، المنافسين اللي القريبين منا في جدول الترتيب لم يستطع لا في الجوله الاخيره لا امام ضمك ولا غيره، حقيقه النتائج مخيبه للامال. طيب اذا جينا نتكلم عن ظروف النصر، انا اعتقد انه من افضل الفرق اللي اتيحت لهم الظروف هيئت لهم بالدعم المادي الكبير والاستقطابات الممتازة، إلا أن النتائج حقيقة كانت مخيبة للأمال في فرق كثيرة أبو بدر لم تستعد للدوري أصلا ولم تتجاوز مدة 3 أسابيع على سبيل المثال للحصر الثلاثي الصاعد. طيب أبو بدر 3 أسابيع ونشوف نتائج أداء ونتائج أفضل من وضع النصر اللي أتمنى بإذن الله أنه يعود النصر بالعقلانية. طيب محمد العنزي، معلش أنا كنت أبغى منك إجابة سريعة، خالد دخلتني في تفصيل بس بنرجع له مرة ثانية. محمد العنزي تختار إيش وليه؟ أدعم هذا القرار وإن كان جاء متأخر، يعني للأمانة كان يفترض من بداية الموسم هذا القرار. أبو بدر اليوم أنا حرصت جدا على معرفة الأجواء في التمرين، أول مرة أحرص على هذا الموضوع، أجواء مختلفة تماما، حماس غير طبيعي بين اللاعبين، فأعتقد أنه في فجوة كانت بين المدرب واللاعبين ظهرت اليوم بالدليل القاطع في التمرين. كان هذا يخوف، الكلام ده يخوف، هذا الكلام يخوف. لا ما هذا الكلام ما يخوف، في نهاية الأمر لما تكون في مشكلة في المدرب، يعني الأساس هم لعيبة كرة القدم، أي هم الأساس، فلما تكون في فجوة بينك وبين المدرب لا يمكن أن يعني هل هذا يعني ان اللاعب بعد اذا ما عجبه المدرب اريح شويه لغايه ما يطير؟ هذا مبدا هل هذا هل هذا منطق يعني؟ هل هذا منطق انه مثلا مدرب كل مباراه لازم لاعب او لاعبين يغير بشكل غريب، طلع محور نزل محور بشكل غريب عجيب، يعني ما تعرف ايش اللي قاعد يصير مع فيتوريا. طيب فانا اتكلم جزئيه بس على عجاله، انه في مناخ مختلف اليوم في التمرين. تقول لي انه اللعيبه هم يبغوا يطيروا المدرب؟ لا هذا مو صحيح، هم قاعدين يؤدون وشفنا المباريات الماضيه، ولكن المدرب اعتقد هو كان سبب، مو كل المشكله، هو سبب من الاسباب. انا ما اتهمت اللاعبين انهم هم سبب اقاله الاول، هم يبغوا يطيروا المدرب، بس اقول لك اذا كان اللاعبين تتغير نفسيتهم بعد أول تدريب يشال منه مدرب، فهذا قد يقود برضو الواحد أن يفكر إذن ممكن هذه وسيلة من وسائل تغيير المدربين. هذا كان اللي طرحته. وهذا شيء طبيعي لما يتغير مدرب في أول تمرين، الكل يبغى يثبت جدارته عشان يشارك، فشيء طبيعي يعني. طيب خلينا نطلب من الجمهور، ياريت تشاركون معنا في نقطة نظام في هالموضوع هذا، عطونا رأيكم في التغيير اللي صار في الجهاز الفني لنادي النصر، اربطها مع رحيل عبد الرحمن الحلافي اليوم أيضا مدير كرة القدم في الفريق. نايف عايض القحطاني مدير الفريق، فتغيير مدير الفريق، قبلها المدرب، قبلها المشرف الكرة، فيعني هذه التغييرات وش رأيكم فيها؟ هل هاي تؤدي لاتجاه إيجابي في نادي النصر؟ تفاؤلكم في المرحلة الجاية ولا مش متفائلين؟ هذا رقم الواتساب يظهر أمامكم الآن، ولا تشاركونا في أراءكم في هذا الموضوع. خلنا نشوف هذا التقرير عن مشروع النصر، مشروع النصر اللي كان يعني مع ذهاب النصر إلى دوري أبطال آسيا كان شاغل الناس، كان ملء السمع والبصر، تحول هذا المشروع إلى انتكاسة. هذه الانتكاسة اللي احنا فيها الآن هل هي مؤقتة ولا الموضوع مستمر؟ نشوف هذا التقرير.
يعيش النصر هذه الأيام مرحلة تغيير شاملة، أعلن عنها رئيس النادي صفوان السويكت عبر حسابه الشخصي في تويتر بعد عدة هزات صاحبت الفريق، جعلت وطأتها ككابوس ينتظر مع المشجع شمس النصر لتشرق ويستفيق مع الفريق متعوذا من شر ما حدث. ما يكون هو الأطول، هو الأقرب لها، ما يكون الآن يتابع كرة لكن يخادع فيها حارسة. آخر القرارات كانت إقالة المدرب البرتغالي فيتوريا من تدريب الفريق وتعيين مدرب شباب النادي هورفات خلفا له وبشكل مؤقت، إذ لم يتمكن بطل دوري 2019 ووصيف الدوري الماضي من تحقيق أكثر من 8 نقاط في 10 جولات من دوري MBS، وجعل الفريق في موقف محرج في المركز 15، فلا هذا مكانه ولا حتى بالخيال، وإن كان منطق الكرة فوز وخسارة. القاضية 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 إنها القاضية. عاصفة التغيير في النصر لم تكن وليدة اللحظة، فمن بداية الموسم سعى مسير النادي إلى اتخاذ نهج التجديد وإبرام العديد من الصفقات بين مكة والمدينة والرياض والأحساء محليا وأمريكا اللاتينية وكوريا الجنوبية دوليا، صفقات جلبت معها التفاؤل ورفعت معها سقف الطموح وأطلق عليه محبوه مشروع النصر الجديد. الأسيوية كانت هدف الفريق الأول، والترشيحات والظروف المحيطة بالبطولة رفعت حظوظ الفريق، إلا أن ركلات الحظ لم تبتسم للفريق لتبدأ بعدها سبحة بالانفراط. في فترة الانتقالات الصيفية بدأ دوري MBS والفريق يخوض مواجهاته دون انتصار، دون استقرار، دون قرار. موسى أو بطرس لعب الأول ثم سبدل بالثاني في الدقائق الأخيرة من الفترة، وانتهى ارتباط النصر مع النيجيري بالتراضي، بالإضافة لرحيل جوليانو ثاني هداف الفريق بعد حمد الله. النصر يواجه الهلال في الديربي ويخسر، ويكرر الخسارة أمام الهلال في نهائي كأس الملك لتعتلي الأصوات الجماهيرية والشرفية الغاضبة وليسقط معها ثاني أحجار المشروع. المشرف عبد الرحمن الحلافي يعلن ابتعاده عن النصر ليتم تعيين المخضرم حسين عبد الغني بديلا عنه، بالإضافة لعدد من التعديلات في بعض المناصب والهياكل الإدارية. الحال كما هو الحال، انتهى الثلث الأول من الموسم والفريق لم ينتصر سوى في مواجهتين تعادل مثلها وتأهل لدور الثمانية من كأس الملك وسط موجة من التراجع على الصعيد الفني والبدني لأهم وأبرز اللاعبين حمد الله، مايكون، جونز والبقية. تحديات كبيرة يخوضها النصر بعد عاصفة التغييرات. الفريق أمامه 5 جولات قبل انتصاف الدوري للخروج من مقاعد القاع، وشهر من الآن للحفاظ على لقب السوبر والذي سيواجه فيه الهلال على استاد الملك فهد. تحديات أخرى لاستخراج شهادة الكفاءة التي تتسح للفريق التعاقد مع لاعبين في الفترة الشتوية، التي بات من المؤكد التعاقد مع بديل الكوري كيم المصاب. شمس النصر والتي تعاني من الكسوف ما زالت فوق كسوفها تتوارى خلف الغيوم، ومشجع الأصفر يدعي بأن تنجلي الغمة وتعود شمس النصر وتشرق إشراقة تعيد البهجة لمدرج لم يعتد سواها. خلينا نشوف أبرز المغادرين للنصر في رئاسة صفوان السويكت. 14 اسم: ناصر الجميد الرئيس التنفيذي للنادي، محسن الحارثي مدير كرة القدم، عبد الرحمن الحلافي المدير التنفيذي لكرة القدم، اللاعب البرازيلي جوليانو، النيجيري أحمد موسى، عمر هوساوي، عبد العزيز الجبرين، صالح العباس، أمين بخاري، عبد الفتاح آدم، حمد المنصور، فهد الجميعة، عوض خميس، عايض القحطاني مدير الكرة. طبعا بعضهم إعارة، بعضهم كان مخالصة، بعضهم عدم تجديد مثل عوض خميس. طبعا نشوف إيش أبرز الأسماء اللي انضمت للنادي النصر في إدارة السيد صفوان السويكت. عبد الله الدخيل الرئيس التنفيذي للنادي، حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم، الأرجنتيني جونز مارتينيز، غونزالو مارتينيز، الكوري كيم سو، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، علي لاجامي، مختار علي، رائد الغامدي، وأسامة الخلف. 12 منضم، 14 راحل، وننتظر لسه يمكن ينضم لهم مدرب جديد أو مدير كرة جديد أو
هذا المشهد اللي قدامك خالد السعود كيف شايفه؟ والله فوضوي وغير مرتب تماما. يمكن اللاعبين بالنسبة لي أنا يعني منظر، والمشهد الآخر الأسماء الإدارية ما بين واحد رايح وواحد جاي أعتقد أنها صعبة جدا وما تتكرر يعني لا في النصر ولا في غيرها من الأندية. ولكن إذا نتكلم عن النصر لا، المنظر حقيقة غير مريح أبدا، وينبئ بأشياء خفية كانت في كل مرة تتم توجيه التهمة إلى شخص وإلى طرف. اليوم كانت عبد الرحمن الحلافي وقبلها رحل مدير التنفيذي للنصر، اليوم حضر حسين عبد الغني ورحل فيتوريا، كانوا يتكلمون عن فيتوريا ان فيتوريا يبحث عن الشرط الجزائي، وفي خبر نص خبر الاستقاله امس انه تم حل الموضوع او انه انتهى العقد بالتراضي. في امور في تسويه ماليه، لازم يكون في تسويه ماليه يعني لازم يتفقوا على حاجه. طبيعي ابو بدر، في اشياء غير مفهومه. المشهد في النصر حقيقه غير مريح لانصاره. رئيس النادي انا اشوف هجوم غير مبرر حقيقه، رجل ما له ذنب الا انه هو رئيس نادي النصر. يعني في كلام كثير عليه انه ما يقدر يمشي الرجل. انا متاكد جدا ان الرجل لو بيده انه يمشي لا كان اول المغادرين. المشهد مش مريح بالنسبه له، لان يعني في النهايه الضغوط هذه ما يستطيع انه يتحملها، ورجل جديد على 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 المشهد الرياضي وفي مكان في بيئه مثل بيئه نادي النصر الجماهيريه الكبيره اللي العشاق والانصار من كل مكان. من الطبيعي ان الانتاج هذه تضغط عليه بشكل كبير، ما يستطيع حقيقه انه يتحملها. رحيل عبد الرحمن الحلافي لا شك انه كان مساند وسند كبير لرحيله، من المؤكد انه اضعفه. اليوم نشوف المدير مدير الفريق وما ابو بدر الصوره حقيقه. طيب خليني اسالك سؤال اخر. في التغريده اللي نشرها دكتور صفوان السويكت امس في جمله كذا انا وقفت قدامها، يقول تسلمت تركه ثقيله وتحملت المسؤوليه في وقت صعب بدعم من رجالات النصر. اترك التغريده كلها، امسك في هذه. ايش يقصد انه تسلم تركه ثقيله؟ والله كان الاولى اكثر يعني انه تفسر هذه، طبعا تفسيرها صعب صراحه. انا بالنسبه لي ما اعرف ايش المبدر، ما في احد اجبرك يعني. لا يعني سامي الجابر لما جاء راس الهلال بعد نواف بن سعد لو كتب لقد تسلمت تركه ثقيله، معناتها اني تسلمت نادي فيه مشاكل وقضايا ماليه، يعني تركه صعبه. فلما يقولها صفوان السويكت وهو متسلم نادي كان بطل دوري يطلق عليه النصراويين الدوري الاستثنائي اللي لا قبله ولا بعده، فبالتالي انا تفسيري لهذه التغريده وكلمة صفوان السويكت لما يقول تسلمت تركة ثقيلة، يبدو أن الدوري اللي حقق النصر كان تكلفته عالية جدا جدا إلى درجة أن تخلي رئيس النادي اللي بعده يقول تسلمت تركة ثقيلة، بينما الواقع يقول أن النادي بطل دوري عنده لاعبين مولتهم وزارة الرياضة، فبالتالي نادي النصر، والنصر عنده ميزة إضافية أنه عنده داعمين، فبالتالي المفروض ان الحاله الماليه لنادي النصر تكون افضل بكثير من اي نادي. وهي كذلك ابو بدر، الحاله الماليه لنادي النصر افضل من غيره من الانديه، جميع الانديه دون استثناء. المشكله وش هي ابو بدر؟ النتائج ما جت. ابو بدر النصر السنه هذه استقطب 2 من الفتح، علي الجامي وعلي الحسن، تكلفتهم تساوي نصف مهر حصول الفتح على الدوري 2013، 55 مليون، الفتح حقق الدوري تقريبا 23 او 24 مليون شامله كل من اول الصيف الى يوم التتويج. طيب المبلغ عالي جدا ابو بدر. النصر كم النصر اذا نتكلم عن الدعم المالي او القوه الماليه فلا منافس للنصر. محمد العنزي ايش تفسرها؟ انا يعني أنا فسرتها، قد يكون أنا يعني سيء النية فأنت تصححها لي. ماذا يقصد صفوان السويك تسلمت تركة ثقيلة؟ لا أقصدك، ولكن أتكلم بشكل عام. في تفسير سيء
أو نظرة سوداوية للموضوع وفي نظرة إيجابية وبيضاوية. عطني الثنتين. المتشائم واللي نظرته سوداوية زي التفسير اللي أنت فسرته، لكن اللي زي أنا نظرته متفائلة، أرى أنه جمهور النصر هي تركة نادي جماهيري. لا 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 محمد حمد يا لحظة لحظة لا 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 نحترم عقل البعض. بلا لا كذا أبو بدر طيب تسوي لي زي عادل ذيك اليوم على البلنتي وما ادري قصته أكمل فكرتي أكمل فكرتي أبو بدر إيه بس نطرح شيء عاد منطقي يعني ما يصير لا 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 إذا يتصير لا 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 مو يتصير بس أنت فسرته يكون منطقي يعني رئيس النادي يقول لك سلمت تركة ثقيلة يقصد فيها أني سلمت نادي عظيم ذو قيمة كبيرة يا عزيزي يا عزيزي يا عزيزي سلطان الغشيان لما يجي مكان وليد الفراج هذه تركة ثقيلة ولا لا لازم يحافظ عليه يحافظ على المكان لا 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 ناجح البرنامج ولا مو ناجح هذا فالرجل استلم نادي بطل استلم نادي محقق دوري استثنائي هذا جانب الجانب الآخر هذا تركة إرث ثقيلة عليه إرث ما هي تركة هذا إرث عظيم تسلمت لا 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 إرث كبير مو تركة لا 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 تركة إذن إذن إذا تركة والإرث نتحدث نغير هذا تعبير في اللغة لا لا لا. هذا تعبير في اللغة ما بين الجانب اللي إذا أردت أن تتحدث عن شيء بشكل إيجابي فتقول أنا استلمت إرث ها أنا ما عليك وإذا بغيت تعطيها بالجانب السلبي تقول هي تركة ورئيس النادي ما شاء الله رجل ضليع في اللغة يعني ما هو برجل سهل أنت تحدثت وفقا لتفسيرك وطلبت مني أن أفسر أنا وفقا لرؤيتي طيب وفقا لرؤيتي يا أبو بدر يا حبيبنا أنه النصر نادي جماهيري وهذا الضغط الجماهيري والعمل الجماهيري هذا ما هو شيء سهل ما هو أي على أي رئيس نادي سواء صفوان السواكت أو غيره لما تجي ونادي محقق دوري استثنائي ودوري مهم هذه أيضا حمل ثقيل على أي شخص تجي أنت بوسط معمعة نجوم هذا حمل ثالث كل هذه الأمور تجعل تفسيري أنا أقرب وهو الأكثر منطقية طيب في سطر في سطر في سطر أقرأ لك إياه يمكن يخدم وجهة نظرك أو يخدم وجهة نظري يقول دكتور صفوان السويكت في تغريدته نروح للسطر الثالث ها وعملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة إيش المقصود في تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي في عمل ما في خطأ يا أبو بدر في أي عمل في الدنيا ما في خطأ دائما العمل صواب 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 هذا مو بصحيح حتى الدكتور صفوان السويكت في قراراته اللي اتخذها وهو رئيس مجلس إدارة الآن قاعد يراجعها وقاعد يصحح ما يراه هو خطأ فبالتالي الموضوع أنه في أخطاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة أنا لا أعلم حجم الأخطاء اللي ممكن تكون ولكن أي عمل في صواب في خطأ هو قاعد يصحح الأخطاء اللي هو يراها من وجهة نظره على فكرة ترى لو جبت أحد ثالث وناظر للموضوع حيرى أنه الموضوع فيه أخطاء أخرى أو فيه صواب آخر يعني هي تحتمل وجهة النظر طيب وش الظروف الصعبة والقاهرة اللي هو يقول على الدكتور صفوات في رأيك نعرف رئاسة نادي النصر نعرف ما صاحب رئاسة نادي النصر يعني هذا موضوع جديد على الوسط الرياضي إلى آخر لحظة النصر لم يتقدم له إلا إدارة صفوان السويكت هذا موضوع ما هو جديد يعني لازم نكون نرجع للخلفيات السابقة حتى نفسر صح رئاسة نادي النصر مرت في فترة يمكن ثلاث مرات أو مرتين أنا في ذاكرتي أنه لم يتقدم أحد فمددت غريبة ليه؟ طيب ليش في رأيك ما تقدم أحد؟ والله عاد هذه اسأل لا لا أنا أسألك يا محمد يا محمد ما يصير أجي أسألك أقول لك طيب في رأيك النصر يعني إيش ممكن يجيب لاعب في الفترة الشتوية؟ تقول والله روح أسأل الإدارة في لما تجي يا أبو بدر تتحدث أنه أحيانا في احتمالات ممكن تقولها أقرب للصواب لكن هل هي صحيحة؟ أنت تفسر ما عندك معلومة أكيدة فبالتالي أنا لما أطرح المعلومة أو أطرح أقرنها بتحليلي اللي أنا أراها أنها أقرب تدعم منطقية ما أقول فبالتالي أنت تقول لي ليش؟ أقول لك اسأل
اللي مختصين أو أسأل الأشخاص المباشرين. تسألني أنا أقول لك ظروف كثيرة، منها ممكن كانوا يبغون تمديد إنه التكليف، كانت وزارة الرياضة تقول لا إحنا ما نبغى تكليف، نبغى 4 سنوات، يعني 1000 تفسير وتفسير. ولكن الحقيقة لا يمتلكها إلا من هم على رأس العمل يا أبو بدر، الحقيقة المطلقة. نروح الفاصل. الاتحاد يطالب بدخول هنريكي مثل إجراءات سائقي رالي دكار. محاولات لتعجيل دخول اللاعب ليلحق بمباراة الشباب العربية. بعد الحلافي وفيتوريا، استقالة مدير كرة النصر وبقاء عبد الغني. رحيل 14 إداري وتنفيذي ولاعب من نصر السويكت حتى الآن. قرارات مرتقبة من الانضباط، من بينها نادي جماهيري كبير. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. نرحب أيضا بمشاهدينا اللي يشاهدوننا عبر خدمة البريسكوب على حساب البرنامج في تويتر، وأيضا المشاهدين اللي يشوفونا على قناة البرنامج أو قناة SBC على اليوتيوب، وفيها البث المباشر أيضا للبرنامج. ضيوفي اليوم معي محمد العنزي من الرياض وخالد السعود من الأحساء. نقطة نظام، وخلنا نسمع رأي الجمهور. أبو بدر ضروري تستضيف محمد العنزي، يعني كلامه مش واقعي. بينافس على جميع البطولات، بينافس على إيش؟ على المراكز الأخيرة ولا إيش؟ أنا بس يطلع من الهبوط وبعدين ينافس على جميع البطولات. أخوي محمد العنزي، هذه الحركة لا تسويها، هذه ماركة مسجلة الأستاذ عادل التويجري. النصر يحتاج تغيير رئيس، الرئيس ما هو بحق كورة. بس نوجه الأخ محمد العنزي، مشكلة الله مو في المدرب، مشكلة في اللاعبين، التكبر على اللي هو على حتى على الإدارة. مفروض يغيرون المدرب، غيره خلاص راح، يغيرون اللي هو رئيس النادي، يشلونه ويجيبون يتعاقدون مع مرتضى منصور. والله كلمة كذا، مرتضى منصور جيبوه تعاقدوا معه، أهم عنده شغل تعاقدوا معه يا أخي. سؤال الحلقة اللي طرحناه، ما رأيك في تغيير الجهاز الفني بنادي النصر أم مرتضى؟ يقول طبعا حوالي 6000 وشوية المصوتين الآن على السؤال، 29% يدعمون قرار تغيير المدرب، 59% يرفضونه، و 12% لا زالوا مترددين. خالد السعود، يعني سمعت النقاش اللي كان بيني وبين محمد قبل الفاصل، وأرجع مرة ثانية يمكن يكون لك تفسير آخر. يعني تغريدة الأستاذ صفوان السويكت، تعرف النصر يعني الرئيس النصر ما يطلع إلا وين وين، يعني النصر مشكلته ما في ميديا، ما في إعلام، ما في رئيس، نائب الرئيس، اللاعبين، المدرب، ما حد يتكلم، يعني في صمت حاجز كبير، وظهور الأشخاص من النادي ما يطلعون إلا في وسائل محددة وفي أماكن يعني تحس الموضوع مش سهل، مش بسهولة تقدر تقابل شخصية نصراوية وتسألها بطريقة حرة وتطرح عليها كل الأسئلة. من أهم فالتغريدة هذه شدتني، لأنها قد ترسل إشارات. شي يقصد صفوان السويكت بكلمة تسلم تركة ثقيلة؟ أنا مجيل كلمة توازن، يمكن أكثر كلمة يعني شدتني كلمة توازن، على طول يتبادر الذهني توازن مالي، معناها أنه كانت في إشكالية مالية للنصر. الإصلاح ربما يكون إصلاح يمكن إداري، وشاهدنا في بداية الموسم رحيل الكابتن محسن الحارثي، الإصلاح المالي يعني شيء أنا ما أعرفه، ولكن اللي أراه مثلي مثل أي مشاهد أو متابع الوسط الرياضي ومتابع للنصر إذا جينا نتكلم عنه بشكل خاص، أكثر نادي ضخت فيه أو أكثر نادي عمل صفقات نوعية وحتى أرقامها كانت تعتبر فلكية، فالنصر لا يعاني من مشكلة.
إذا كان على تفسير بولما أنه بتفسيره كله اللي أنا أختلف معه تماماً، أنا ما شفت رئيس نادي سواء في النصر حالياً أو سابقاً قال تسلمت تركة ثقيلة، أو هذه طبعاً هي كلمة تركة ثقيلة طبعاً يتبادر لذهني دون أي تفسيرات أخرى إلى جانب غير إيجابي أبداً، غير جيد، أنه في كانت في إشكالية، في خلل كان، وهو عمل على إصلاحه. إذا تقول أنه هو أتى في فترة طبعاً الكل تنصل والكل يعني ما في أحد حقيقة تقدم أو تقدم طرف وآخر، وجمهور النصر أو الناس الأعضاء الذهبيين فضلوا عدم خوض فلان أو ترشيح فلان، وأقحم الأستاذ صفوان السويكت، من رشح الأستاذ صفوان؟ مين اللي جابه؟ هنا يمكن قدنا نجد تفسير أو إجابات أكثر وضوح. الأستاذ صفوان حضر بمعية الأستاذ عبد الرحمن الحلافي، وكان في شبه اتفاق نصراوي كبير. دليل الاتفاق هذا ما كان كلام، الصفقات اللي تمت للنصر طول الموسم، من اللي مولها أو مين اللي أيد هذه الصفقات، كانت تقام أو تمت بدعم شرفي كبير. وكان تذكر يا أبو لما أنه النصراويين كانوا يتغنون بالعضو الداعم والأعضاء أو الناس اللي خلفه حتى. وكنت أنا أكثر شخص يمكن كنت أتكلم أنه النصر أكثر نادي، أقوى نادي ماليا. النتائج غيرت الكلام هذا كله. النصر الآن ما استطاع أصلا أنه يقيل فيتوريا من 4 أو 5 جولات. النصر طيب. كان الكلام هذا كان يتردد كثيرا، الأسباب المالية ما أعرف، في أشياء لازم مبادر. أنا في شغلة مهمة جدا ودي أقولها، وزارة الرياضة والله العظيم يعني أحسنت صنعا بما فعلت من الحوكمة إلى شهادة الكفاءة المالية. لولاها لرأينا اتحاد ثاني وثالث ورابع، اتحاد أقصد نادي الاتحاد والمشاكل اللي تعرض لها نادي الاتحاد، المشاكل الصعبة جدا، لرأينا نادي ثاني وثالث. أغلب الأندية أبو بدر، بالمناسبة كان لي حديث مع أحد أشهر الوكلاء الخليجيين قبل الحلقة، وكنا أسأله عن أحد النجوم الكبار في الدوري السعودي إيش مصيره، وبدر قال لي كلمة واحدة، وهذه ودي أنا أتمنى أن تصل لسمو الأمير عبد العزيز من تركي. قال لي شهادة الكفاءة المالية والأمور المالية اللي جالسة تضبطها وزارة الرياضة تحول بين أي صفقة وأخرى، والأندية رؤساء الأندية صاروا يفكرون كثير. وبدر أول جدد يا حبيبي زي ما يبغى الجمهور وامشي، أنت ماشي وحطها في اللي وراك، لا الآن الجميع يحسب حساب للأمور المالية. وعشان كذا الجمهور شوي مصدوم، لأن العادة الجمهور يضغط شيل مدرب، يضغط أيوة الرئيس يستقيل، يضغط غير الشتوية. الحين تضغط ما تضغط ما في فلوس. بدر لا، ما تقدر تمشي مدرب إلا أنك تقول هذه فلوسه وأنا بتكفل بالعقد الجديد. ما تقدر الرئيس، ما الرئيس وإذا وده يمشي، إذا وده يمشي الأمر ما هو بيده. لازم يجيب أحد يستلم المسؤولية المالية عنه. بالضبط، في شخص يجي يتحمل، وأعتقد أنها صعبة جدا في غالب الأندية، ما بقول كل الأندية، ولكن في غالب الأندية من الصعب جدا، إلا الأندية اللي لديها كفاية مالية. إذا رأينا يعني كيف أندية عندها كفاية مالية؟ أنا على سبيل المثال الأندية اللي عندها ضخ مالي السنة هذه نادي الفتح. أوكي. أنا أرى أغنى نادي سعودي على الأقل باستثمار ناجح جدا بكل المقاييس، اللي طلع النادي الفتح من ما بين الموسم الماضي والسنة هذه قرابة 70 مليون، ما في ديون، ما في قضايا، النادي الوحيد اللي ماشي. يعني الفتح الآن أغنى من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. نعم الفتح أغنى منهم. الفتح أولا وثانيا وثالثا في جولات الحوكمة أخذها بجدارة، وأنا أرى أنه الفتح قادم أكثر في الجانب الإداري والأمور المالية اللي يسوون الجانب الاستثماري. طبعا النتائج هذا أمر ثاني إن شاء الله بإذن الله. حلو. أنه يتواكب بإذن الله مع هذا الشيء. النصر يعني يشكر، أصبر قبل النصر، يعني يشكر رئيس نادي الفتح ومجلس إدارته، وأشكر رئيس نادي الفتح وإدارته وكل من يعمل، سامع يا سعد، وكل من يعمل في إدارة نادي الفتح. حلو. للمحسن نقول أحسنت، وبالعكس شكرا. اللي يقوم فيه يا أبو لما، النصر إذا جيت تتكلم عنه ضاق صدره من سوالفك، ضيق صدره
اخذ اثنين. لا لا ابو لما اسمعني، النصر اخذ اثنين من اعمده الفتح، الهلال اخذ حارس الفتح. اخوي اخوي خالد شوف لما تقول، شوف الفتح وين، لما تشوف النصر عفوا خالد، هي ما هي مقارنه، هي ما هي مقارنه، لا اقارن الفتح بالنصر، ولكن خالد عفوا لما تقول الفتح اغنى من النصر ولا الهلال، هذا الكلام اللي ما هو منطقي. انت ابحث عن القيمه السوقيه للنصر والهلال، ما فرق السماء عن الارض يعني، ما في مقارنه ولا في وجه مقارنه. انت قل ممكن انه الفتح عنده موازنه ماليه حسب امكانياته الضيقه، اقول لك اوكي. لا 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 لا، الفتح اغنى من النصر محمد يا رجل، محمد يا رجل لاعبين من النصر، محمد محمد لا 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 محمد 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 لحظه خالد خالد لحظه، الفتح عنده في حسابه البنكي أكثر من النصر، إلا إذا أنت ناوي تحرج على لعيبتك كلهم، إيوة تصير أغنى من الفتح. اليوم 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 إدارة اليوم إدارة نادي النصر صرفت راتب شهر للعيبة، أنا متأكد اللي صرفته اليوم أكثر من اللي في حساب الفتح، وأبصم بالعشرة اليوم. أتحداك اليوم. لا لا مو تحدي، هذا هذا هل تقارن الرواتب 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 نادي النصر، رواتب لعيبة نادي النصر تقارنها في رواتب لعيبة الفتح؟ لا مو منطق يا لا ما أقارنها، ما أقارنها أبدا. أنا أتكلم القيمة لك القيمة القيمة السوقية لنادي النصر ونادي الهلال تقارنها في الفتح؟ محمد محمد كلام خالد السعود واضح ولا يتحمل هالتفسيرات. رجال يقول لك في حساب النادي 70 80 مليون ممكن في حساب نادي الفتح، أنت رواتبك في الشهر 80 مليون يا حبيبي اعطي. ايوه ولا لا ما يبغى لها يا محمد، هي مو مكابره ولا لا 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 ابو بدر مش مكابره الموضوع، انت ليش جزمت انه في رصيد نادي النصر ما في هذا المبلغ؟ ليش ليش جزمت؟ اعطيني دليلك، هات دليلك عشان نتكلم على واضح. يا رجل انت وبعدين استنى 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 يعني انت من وين لك؟ انت تاخذ فلوس زي أنا زي الانديه، انا اتكلم شوف واعضاء الشرف اللي عندك يتبرعون وفق تصفقات محدده، ما يدق ما يطقون في حساب النادي 50 70 مليون كاش وتصرفوا زي ما تبون، والدليل على ذلك الان عندك انت قضيه السالم، يمكن يجيك فيها قرار من لجنه الانضباط وبيطلع عضو شرف عندي يقول لك راح اتبرع. اي اي تسمح لي اعضاء شرف يركزون الموضوع، نتكلم على احتمالات، انا اتكلم. شوف ابو بدر خلينا نكون واقعيين، وقد تكون معلومات. لا لا خلينا نكون واقعيين ابو بدر، لا لا شوف معلومات، اعطيني دليل، اعطيني دليل عشان نتكلم بوضوح. لكن انه اسالك سؤال الحين مثلا تقول الحين مثلا تقول الفتح، لحظه خالد خليني اكمل معلش اكمل جملتي. الفتح الان لما تقول وتتباهى برصيد الفتح انه في مبلغ وقدره، سؤال بسيط وبريء جدا، من اين للفتح هذا المبلغ؟ من عضو شرف، من عضو شرف نصراوي يا محمد. خلاص خلاص انتهينا هنا، انت هنا اذا تخلط ما بين الناعض الشرف او صفقتين هي اللي اغنت الفتح من مين؟ من نادي النصر، ونتحدث ان الفتح اغنى من النصر. طبعا عشان يجاوب شويه منطقيه، خلي يجاوب خلي يجاوب خالد، تفضل يا خالد. بولما انت تعرف شنو الالتزامات الماليه اللي واجب سدادها خلال الثلاثه او الاربعه الايام الحاليه لنادي النصر ولا لا؟ وانت قريب نصراوي، انت تعرف انت تعرف تعرف كم الالتزامات الماليه اللي يجب على اداره النصر انها توفي فيها. محمد 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 ما ينفع، لا محمد ارجوك خلي الرجال يتكلم وردوا على بعض بهداوه، لانه هو موجود سؤال. لحظه بس اشرح لك، انت على الساتلايت وهو في سكايب، فعشان الصوت فيه تعمل حساب انك لما تتداخل معاه هو ما يسمعك الا بعد ثلاث ثواني. تفضل. هو يسالني سؤال يقول لي تعرف الالتزامات، فانا انا اجاوبه، اقول 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 نعم اعرف، واعرف انه النصر في يناير حيخلص حتى الرواتب المتاخره، واليوم اليوم سلم راتب شهر للعيبه، فهذه معلومه، انا اقدم معلومه ما اقدم راي. طيب ولما انا قلت لك في بدايه الحلقه وقلت من شهرين اغنى نادي سعودي النصر، اعرف انه النصر عنده داعمين جالسين مولود صفقاته بأرقام فلكية كبيرة. جيتك في الجانب الآخر قلت لك النادي الأول في المملكة اللي عنده كفاية مالية الآن موجودة في حسابه، على فكرة النصر إلى الآن ما بعد دفع جزء من صفقة اللاعبين، والأهلي العام الماضي في صفقة للمجحد دفع جزء منها، الهلال دفع قيمة حبيب الوطيان، اللي موجود الآن في الحساب
بالإضافة إلى الدفعات الشهرية للدعم الحكومي أكثر من أي نادي آخر. تقول لي سيدفع بكرة، ستمول عن طريق عضو شرف، هذا أمر ثاني. أنا أتكلم عن الكفاية، الاكتفاء الذاتي. واضح، الاكتفاء واضح، الذاتي. واضح واضح. خليني بس أذكر التحديات القادمة لإدارة النصر. النصر عندها الآن أكثر من 5 تحديات مهمة. استخراج شهادة الكفاءة المالية، وهذه اللي راح تثبت كلام محمد العنزي صحيح ولا غير صحيح، أو كلام خالد السعود صحيح ولا غير صحيح. التعاقد مع مدرب جديد، والتعاقد مع بديل للمصاب كيم. في كلام طبعا أن في لاعب ربما يكون من أوزباكستان، ربما موجود في دبي يقال. انتشال الفريق فنيا، وتحدي طبعا تحقيق كأس السوبر. 5 تحديات رئيسية أمام نادي النصر. محمد العنزي. شوف أبو بدر، كلام الزميل والعزيز على قلبي خالد السعود ترى يدين نادي الفتح. إذا نادي الفتح بهذه القيمة يفترض أنه ينافس على كل البطولات، يفترض أنه يحقق البطولات، لأنه ما يعني أي تعثر للفتح معناته في سوء إدارة مالية وإدارية في الموضوع. هذه المشكلة، أنه البعض عنده قناعة أن المال يحضر البطولات ويصنع التميز. مش المال بس، الفكر يا أبو لمع. وأنا قلت لك يدل على سالفة، مو فلوس بس، مشاكل إدارية ومالية. إيه، من اللي يدير الفلوس يا حبيبي؟ من اللي يدير الفلوس؟ في نهاية الأمر لازم فكر إداري هو اللي يدير الفلوس. الفكر الإداري بدون مال ما يقدر يسوي شيء إطلاقا ما يقدر يسوي شيء. فبالتالي لما تكون عندك مال يجب أن يكون عندك فكر إداري يدير هذا المال لتحقيق منجز. نعم في نهاية الأمر لازم تكون فيه مخرجات. فهذا الكلام يا خالد حيدين الفتح، وحتصير العين على الفتح. الفتح الآن وفقا لرواية خالد هو أغنى نادي سعودي موجود، فبالتالي الفتح نتوقع أنه حيكون البطولات هذه السنة للفتح. ما يشتغلون دولي محمد، دولي ما يشتغلون بالطريقة هذه. هذولي ما يشتغلون محمد، ما يشتغلون بالطريقة هذه. إذن الفلوس هذه وين تصرف؟ وين تروح الفلوس هذه؟ هذولي عندهم دور يصنعون فيه ألعاب. النادي الفتح ليش اسمه النموذجي؟ أنا عن خالد بجاوب. ليش اسمه النموذجي؟ لأنه طريقة التفكير مختلفة. ما هي جت الفلوس أحرق وخلي الناس تنبسط، ما هي كذا. النادي له دور اجتماعي مهم جدا يقوم فيه بمحافظة الأحساء، يستقطب اللاعبين، يسوي أكاديميات، ويصنع لك لعيبة ويبيع على الربع اللي يبون، اللي عندهم كاش. خلنا نروح بس الفاصل. أيضا النادي مطلوب منه منجز، أيضا مطلوب منه منجز، يعني بس مو سريع، مو لازم يكون سريع. يشتغل زي ما عمل. زي ما حقق المنجز نتائج عمل. الدوري اللي حقق نادي الفتح ما كان إنجاز ضربة حظ، كان شغل متراكمي سنوات. لا ضربة حظ. لو ما كان ضربة حظ لا تكرر ونافس الفتح، لكن ضربة حظ. هذه اتركها لخالد. اتفق معك ابو لمع. طيب كويس، ما اتفقت معك خلاص نجرب. شوف ابو لمع، طالما تسجلت سجل الشرفي لبطولة دوري المحترفين، ها مو دوري، هو تسجلت وبرقم نقاطي في ذاك الوقت كان قياسي، وتساوينا فيه في اعتقد مع الهلال في ذاك الوقت. اي نعم، بالنسبة لي أول بطل لكأس السوبر سعودي سجل أولوية، ولبطولة رسمية كأس السوبر نادي الفتح وبطولة الدوري. أنت تقول إنها ضربة حظ، غيرك يقول باستحقاق، أنا لا يهمني. لا لا لا، في النهاية أرد على أبو بدر، أرد على أبو بدر لما يقول إنه حقق الدوري ما جاء كذا. فقلت له أوكي، إذا على حفص بالمنطق يفترض إنه ينافس، يفترض إنه يكررها، لكن انها مره واحده وخلاص. لا ابو لمع، هذه ممكن تقولها لبطل كاس، هذه ممكن تقولها لبطل كاس، 4 مباريات واخذ الكاس. ولكن 26 او 28 مباراه يحصل فيها الفريق اثناء دوري شاق مدته 10 شهور يخسر فقط مباراتين، وتتكلم عن فريق امكانياته، حتى اذا تجينا تتكلم عن الامكانيات الماليه باختصار خالد، مين وصفنا الهلال كانت ميزانيته يمكن 120 مليون، المركز الثالث الأهلي يمكن 180 مليون، تتكلم عن مين يا أبو لمع؟ إذا تتكلم عن فلوس ما كان العمل النموذجي يفترض أنه يتكرر الإنجاز. المفترض هذا العمل الاحترافي والنموذجي. نعم المفترض أنه يتكرر، وبإذن الله أنه يتكرر. شكرا لك ما كان السنة هذا بإذن الله يتكرر. روح فاصل ونعود. يلا حياكم الله من جديد، خلنا ناخذ هذا الموجز السريع لأهم الأخبار الرياضية.
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، والذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومشاركة جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني كشريك علمي للمؤتمر. أيها السيدات والسادة الأعزاء، أود أن أعرب في الحقيقة عن فخري واعتزازي بالرعاية الكريمة التي منحنا إياها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لهذا المؤتمر الدولي، والذي يحظى أيضاً بدعم كبير من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وهو امتداداً لما توليه قيادتنا الرشيدة من دعم كبير وحرص على تطبيق أعلى معايير أنظمة الحوكمة والنزاهة في كافة قطاعات الدولة على وجه العموم والقطاع الرياضي على وجه الخصوص. تلقى الأمير سعود بن نايف أمير منطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير منطقة الشرقية اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية، ورفع أمير منطقة الشرقية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعاية واهتمام. اللقاح الحمد لله يعني كأي لقاح عادي، آثار لا تحس بها الكاد تحس بها، النتائج والله الحمد لله سمعناها محليا وعالميا كلها مطمئنة. بالتأكيد أنه يعني ننصح ولا نجبر، ننصح الجميع خصوصا الفئات التي تحتاج أن تأخذ التلقيح أن تبادر لأخذ التلقيح، الأمر خيالي وسيكون متاح للجميع كما أعلنت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريف، فبالتالي هو متوفر الآن في منطقة العزيزة وسيكون متوفر للجميع. أتمنى من الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء والبلاء عن البلاد وعن العالم. آمين. ولكن في نفس الوقت علينا أخذ الاحترازات اللازمة، وحتى وإن أخذنا اللقاح يجب أن نستمر في التباعد في لبس الكمامات وأخذ الأسماك. أجرى الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة اليوم اتصالا هاتفيا برئيس نادي قلوة الرياضي علي صلاحي، هنأه فيه بحصول النادي على بطولة دور أندية منطقة مكة المكرمة والباحة وتأهله لتصفيات الصعود لدور الدرجة الثانية. بدوره أكد رئيس نادي قلوة أن الأمير حسام بن سعود هو الداعم الأول للنادي. التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن بعد بسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري، وقدم المنصوري تهنياته لوزير الرياضة بحصول الرياض على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمملكة باستضافة هذا الحدث الكبير. نسمع صوت الجمهور مع نقطة نظام. مشكور على البرنامج الجميل ده. أنا في رأيي إنه مشكلة النصر في اثنين، تخبط إداري وانشغالهم بالهلال، هذه المشكلتين في النصر غير ما في. أبو بدر مساء الخير، بالله توجه السؤال هذا للأخ محمد عن اللاعب مايكل، هل هو سبب رئيسي فيما يحدث النصر المباريات الأخيرة؟ نصيحتي لفريق النصر الهدوء، نبي إدارة هادية، اعمل بهدوء، محتاجين لاعب صانع لعب ومهاجم، وبإذن الله النصر فريق بطل وعنده لعيبة سوبر ستار، وبإذن الله النصر يرجع الوضع الطبيعي. ما هي الأسباب يا أخ محمد العنزي في تدهور النصر؟ لا تقول لي التحكيم. أخي أبو بدر يخلي من الحبة قبة، يعني واضحة تسلمت تركة ثقيلة، يعني النصر كان متوج بالدوري، فأي رئيس بيحضر للنصر أكيد أنه بتكون مهمة صعبة، يعني لا تخلي من حبة قبة يا أبو بدر. مباريات النصر القادمة، طبعا وضع النصر الآن في المركز 15، من الجولات القادمة مهمة جدا لتعديل الوضع، راح يلعب يوم 31 ديسمبر مع الفيصلي في المجمعة، بعدين بيلعب مع العين في الرياض، بعدين بيروح بريدة يلعب 15 يناير مع الرائد في بريدة، بعدين يلعب مع الوحدة في الرياض، بعدين يسافر جدة يلعب مع الاتحاد في 25 يناير، ويختمها يوم 30 يناير الهلال والنصر اللي هو راح يكون كأس
السوبر. محمد عندك تعليق على المشاهدين اللي طرحوا أسئلتهم نقطة نظام؟ والله أحترم الآراء كلها. من وجهة نظري أبو بدر النصر لما أتكلم عشان ما يفهمني لازم أوضح هذه النقطة تماما باختصار أرجوك. يعني لما لما أتكلم أن النصر ينافس على كل البطولات فعلا هو ينافس على كل البطولات، يعني كأس الملك النصر متأهل لربع النهائي، السوبر النصر سيلعب مع يعني الهلال. الأقرب تقول يشارك في كل البطولات، بلاش كلمة ينافس لأن في الدوري أنت مش منافس. كيف مش منافس؟ الآن النصر باقي له 15 نقطة من المباريات المتبقية، ككل باقي له 60 نقطة. أنت خلي أنت الدور الأول نقطة. وأنت برا المكان اللي أنت فيه لأنه مصيبة هذا المكان. شفت الفكرة؟ أنا لازم أوضح الفكرة بدون مقاطعة عشان توصل. لما نتكلم يشارك لا الناس تنافس، ما في أحد يشارك تنافس وأنت ال 15 يا اخي. كاس الملك طيب ليش تغمض عينك عن كاس الملك؟ اذا لا تغمض عينك عن كاس البطولات يشارك في شيء ليش تغمض عيونك عن اسيا؟ ليش تغمض عيونك عن السوبر؟ الدوري شوف الدوري يا حبيب الدوري بطوله ضمن بطولات الموسم. اكون معك. كاس السوبر انت تلعب نهائي مع الهلال صح؟ طيب ينافس الدوري ينافس كيف؟ في المنافسة موجود في المنافسة الآن حضور كاس الملك النصر. أنت وين لسه أنت في الأدوار التمهيدية لسه قدامك فطاح لما أنت يعني لو أنت في الدور طيب النهائي طيب مين المتصدر الدوري الآن؟ الاتفاق. خليني أمشي على الاتفاق اللي أنت تقصده وينه في كاس الملك؟ طلع من كاس الملك طلع خلاص انتهينا يا أخي. انت شكرا. ليش ما جينا نقول عنده مشكله هذا الفريق هذا الاتفاق اللي احنا نقصده او انت تقصده؟ الهلال يا ساتر ليش طلع من كاس الملك؟ لا ابو بدر الهلال والاهلي والشباب والاتفاق والاتحاد وممكن الوحده ممكن يقولون احنا ننافس على الدوري. لا 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 انت في الصفحه الثانيه يا رجل من الترتيب وين معليش انا كلمتك انه ينافس انت فقدت ينافس على كل البطولات. انا ما قلت ينافس على كل البطولات من ضمنها الدوري له حظوظ. انا ما اقول لك راح يحقق الدوري ولكن حظوظ يا رجل انت عساك تسلم من اللي انت فيه تبيعون وهم للناس. ابو بدر الهلال طلع من كاس الملك انا اترك الهلال لحظه اكيد ما في فكر يا رجال بلا هلال الفوبيا هذه ما بيها ارجوك يا محمد لا 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 تقول ابو بدر كاس الملك طلع الهلال ما قدر يجدد الخربين الملعب راح عليه كل هذه المشاكل انا ما اتطرق لها ما لها الهلال لا نبغى البياله كاسه البياله اللي طاحت في نادي النصر لان البياله اللي طاحت في نادي النصر هذه مشكله الهلال. كبيره ايش دخل الهلال يا اخي اذا في نهايه الامر لما تقول لا ايش دخل الهلال لا فهمني الان ايش دخل الهلال طلع من كاس الملك ايش دخل الهلال في موضوعنا لا جاوبني ايش دخل الهلال ليه ما تكلمت على الاتحاد؟ ليه ما تكلمت على الاهلي؟ ليه ما تكلمت على الشباب؟ ليه؟ ما ينافس يا عزيزي كاس من بطل الدوري الموسم الماضي واللي قبله النصر والهلال المنافس النصر والهلال ايوه طب بس مو منطق النصر والهلال لما نتكلم عن حاله نصراويه تصير زي هذاك وطب وذاك وش دخلنا في الهلال مين ينافس مين ينافسون على البطولات السنه هذه ينافس الهلال والاهلي والشباب والاتفاق لا مو بصحيح ان الهلال ما ينافس على كل البطولات طلع من كاس الملك الهلال يا ابن حلال انا ذكرت لك ست انت تقول المنافسه كيف جرب اسمع يا ابن حلال الاهلي في الدوري هذا اهم من النصر هذا وجهة نظر وش وجهة نظر طلع الأرقام وش اللي تتكلم كيف يا أخي أنا أكلمك على جزئية معينة لا أنا الحين قارن النصر بالأهلي أنا الاتحاد أهم منك السنة هذه الاتحاد واصل دور أربعة دوري أبطال العرب وواصل رابع أو خامس الدوري وعنده فرصة النصر الاتحاد أفضل منك السنة بس 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 ما بس ما يشارك في آسيا ما يلعب السوبر يا ابوي تاريخ الاتحاد في اسيا بتاريخ يا ابو بدر تكلم بمنطق آسيا ومعلومه الاتحاد ومعلومه كل واحد يتكلم بالهوى كل واحد يعرف حجمه في اسيا دوري ابطال اسيا لا يوجد فيه مشاركات سعوديه مؤثره للانديين بس اتفق معك وقمتها الاتحاد
بالتالي حجم النصر في آسيا أنه هو من علم آسيا كيف تروح لكأس العالم. هذا حجم النصر في آسيا يا ابوي. انت ما فزت دوري أبطال آسيا، شكة التضليل هذا. انت ما فزت دوري أبطال آسيا، حقك كأس الكوس، اروح الفاصل، حقك كاس السوبر. ارجوك محمد خلص فاصل بس بدر، عشان ابو بدر لا نطلع لا نطلع لا نطلع لا لا هذا مو طرح، هذا 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 النصر 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 ايه لازم يكون النصر سيء. النصر لا لا ما ابغى لغه مشجع، انا ما ابغى اتكلم معك كمشجع محمد. ايش هذا؟ وانا ما اتكلم، مش قاعد تقول انت قاعد تتكلم بلغه مشجع وفيها مكابره. لا 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 مو لغه فيها عناد ابو بدر. كيف لغه، كيف لغه مشجع؟ لغه اكثر من هاللغه هذه، لغه لغه. اقول لك جايب الاتحاد دوري ابطال اسيا، تقول لي جايب كاس الكوس؟ أبو بدر، أبو بدر، أول شيء نحترم المشجعين ولهم كل الاحترام والتقدير. الشيء الثاني لما نتكلم يا أبو بدر أقول لك إنه النصر الآن كل هالظروف اللي قاعد تناقشها وتتكلم فيها وهو واصل ربع نهائي كأس الملك وعنده السوبر وعنده آسيا، وتقول لي لا آسيا النصر إيش اللي عنده؟ استنى، أي آسيا؟ أي آسيا اللي عنده؟ بطولة آسيا الجاية. انت عساك ما تطلع من المجموعات بالوضع اللي انت فيه. لا 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 لا, لا يا حبيبي، لا لا يا حبيبي، في نهاية الأمر في فرق انسحبت يا رجل. جاتك فرصة ذهبية لتحقيق بطولة للمملكة، جاتك فرصة تحقق بطولة. اسمع ابو بدر، أبتكلم ولا تتكلم؟ من يصغر أبتكلم ولا بتتكلم؟ من يصغر النصر؟ اسمعني يا ابن حلال، بلاش لغة المشجعين محمد، بلاش لغة المشجعين. ابو بدر انت فريق النصر، اسمعني، فريق النصر ما قضيتك خسرانه، فريق واصل دور الاربعه، لاعب في اسهل بطوله دوري ابطال اسيا ما قدر تمر. يا رجل خل نروح الفاصل، خل نروح الفاصل. وجهه نظرك ابو بدر، وجهه نظرك. اوكي روح فاصل، روح فاصل. حياكم الله من جديد، نستكمل طبعا حلقتنا اليوم مع خالد السعود معي من الاحساء ومحمد العنزي معي من الرياض. وصلت في ساعة متأخرة من يوم أمس بعثة النادي الأهلي إلى جدة بعد الانتصار على الرائد وفوزهم 2-1 في المواجهة اللي أقيمت في بريدة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري MBS. المراسل وليد الخضير مراسل البرنامج في جدة استقبل البعثة والتقى مع الكابتن إدريس فتوحي لاعب النادي الأهلي. الحمد لله، الحمد لله على 3 نقاط الثمينة من ملعب صعب ضد فريق صعب. الحمد لله، يعني أنا كنت متفائل وكنت متأكد أنه بيسجلها. يعني إيش الإحساس اللي جاك؟ إحساس جميل، لأن أنت تشوف يعني كنا رحنا له، حتى اللعيبة اللي يعني طلعت لقطة، حتى اللعيبة اللي كانوا على الدكة يعني نزلوا. صراحة هو يعني الشغل على هالشيء دائما في التمارين، وأنا قلت له يعني أنا رحت له قبل ما يشوز، قلت له أنا يعني حطه في الباب بس، يعني انا اليوم بس في الباب، يعني انا متاكد ان بجي جول. والله الكلام اللي صار ان بين الشوطين يعني تعاهدنا وبين الشوطين تكلمنا، قلنا ان كان في زعل، وقلنا ان 45 دقيقه يعني ممكن نغير فيها كل شيء. والحمد لله هذا اللي سويناه، يعني دخلنا بشكل مغاير في الشوط الثاني، وحاولنا ان الاخطاء اللي سويناها في الشوط الاول ما نكررها. الحمد لله الله كرمنا ب3 نقاط وبهدفين، الواحد أجمل من الثاني، والحمد لله. يعني هاد نفس ما قلت لك، يعني هاد المباريات اللي تكون مباريات ضد خصوم صعبة، يعني أكيد أن 3 نقاط تبقى تمين. دريس في أي مكان يعني بينزل، حتى لو العويس لا قدر الله في مباراة تعور ويبغوني حارس، بلعب حارس ما عندي. يعني في الأخير يعني الفريق أهم من اللاعب، أهم من وين أبغي ألعب ووين ما أبغي ألعب، في الاخر انت تؤدي اللي عليك. وهذا اللي قاعد اسويه، يعني انا ممكن حتى لو مو بمركزي انا احاول. الحمد لله ان المدرب يعني دائما يوم يكلمني يقول لي ان انت اللي قاعد تسويه انه صح، وان هذا اللي اريده منك. والحمد لله يعني انا بستمر، وان شاء الله القادم افضل، واحنا يعني هدفنا واحد، ان نفرح جماهيرنا، فرح الأهلاويين، ونخليهم دايما فوق. والله ما في شيء سهل، يعني الدوري بعده طويل، ويعني بعد في مباريات صعبة، بس يعني أكيد أنك أنت يوم تحمل هذا الشعار أكيد أن أنت تفكر في بطولات، وممكن الدوري هو الشيء الوحيد اللي بقى لنا إحنا هذه السنة. يعني لازم نركز، ولازم يعني ناخذ مباراة بمباراة. خالد السعود، لو شفنا ترتيب الدوري نجد الأهلي هو الثاني، عنده 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.
عنده 7 انتصارات، تعادل 1 وخسارتين. لما نشوفها نربط، شوف فارق النقطة هذا، لما نشوف المباريات الجولة 11 الجاية نجد أن الهلال راح يلعب مع الشباب والأهلي راح يلعب مع التعاون، يعني كأن في نسبة أو احتمال أنه يمكن نشوف متصدر جديد للدوري في الجولة الجاية. والله إذا مبادر الدوري صراحة عجيب بالحساب، حساب المباريات المباشرة بين الفرق طبعا، وهي ما هي بقياس أبدا. لو حسبنا خصم الهلال أو منافس الهلال أو منافس الأهلي الشباب والتعاون لما التقوا مع بعض، التعاون كسب الشباب بنتيجة قاسية جدا. الأهلي سيلعب على أرضه والهلال كذلك، حقيقة مباراتين يعني أعتقد أنها متوازنة جدا. توقع شخصي أنه الاثنين الهلال سيستمر في الصدارة والأهلي سيطارده بنفس الفارق. المنافسة صعبة جدا، من الممكن أنه يتعثر الهلال في المستقبل، ولكن أعتقد حتى الأهلي سيتعثر. الدوري يمكن من جمال أبو بدر أنه شفنا تعثر للهلال وتعثر للأهلي وتعثر لجميع الفرق، وهي حلاوة الدوري حقيقة بأنه ما عدنا نتنبأ. أبو بدر ما كانت مثل أول مباريات أصبحت شبه محسومة. خالد، كلام هذا معروف، هذا الكلام معروف. جزئية مهمة، الآن الهلال يتعثر ويفقد نقاط بشكل متكرر في الجولات الأخيرة، والأهلي قاعد يجمع نقاط بالرغم من المستوى ما هو مرضي. يعني المشهد قدامك يقول في تعادل ربما من الهلال والشباب، والأهلي مهمته قدام التعاون عتكون أسهل، فمنطقيا في نسبة كبيرة، احتمال كبير أن نشوف متصدر آخر. كل الحسابات مطروحة، لكن عني شخصيا أتوقع استمرار الفرق كما هو، فوز الهلال وفوز الأهلي. إذن طيب هنأخذها من جانب آخر، الأهلي وين شايفه حتى نهاية الدور الأول؟ يمكن النادي الوحيد اللي ما أقدر أتنبأ له صراحة. الأهلي بالتحديد، لا تزعلون يا أهلاويين، الأهلي يلعب مباريات كبيرة جدا مع الفرق الكبيرة ويخسر مع الفرق الأقل. الأهلي بصراحة ما أعرف، والله ظروف الأهلي عجيبة غريبة أبو بدر. صحيح. هو النادي الوحيد اللي ما أتنبأ له. يمكن يعني خلنا نجي للهلال أولا ثم الأهلي. الهلال أبو بدر حتى مع كبواته، إلا أنه هيبة الفريق الكبير موجودة، والهلال أبو بدر كبواته ما تطول ولا تتكرر كثير. فعلى الخصوم، على المنافسين، الأهلي بالتحديد، الشباب، الاتفاق، إذا رأيت إذا تعثر الهلال تمسكوا بالفرص فإنها لا تتكرر. خلنا نشوف ترتيب الدوري مرة ثانية، في جتني ملاحظة من صديق، خلنا نشوف الجدول فيه الخطأ هذا ولا ما فيه الخطأ. الوحدة لا الوحدة صح 15 نقطة، طلعت إشاعة، أجل كانت إشاعة. نقطة نظام ونسمع صوت الجمهور. السلام عليكم، مساك الله بخير أبو بدر، مسي عليك حضيف الكرام. قرار فيتوريا قرار صائب، احنا معاه. قرار عايض ابو عبود اليوم قرار جدا صائب، احنا معاه. يقول دائما سو شك صدمة عشان يتعدل الفريق من جديد. النصر كان محتاج صدمة واتت الصدمات. باقي حاجة واحدة وهو الخلل اللي الى الان باقي، يقال صفوان سويكت. قل حق بولما الادارة احلال الادارة، ولا تقعد تجامل كثير يا بولما، احلال الادارة بالكامل. المشكلة مو بفيتوريا، فيتوريا هو ماشي صح، لكن انتو ما تبون تغطون على عيوب النصر. والله إذا النصر ينافس على كل البطولات ترتيب قبل الأخير، أجي شو يقول الهلال؟ الهلال مو بينافس على البطولات، الهلال أخذ كل البطولات، كوش على كل البطولات. في فرق بين ترى التركة والإرث أخوي بن شنوان، يعني ما هو ترى الناس لا عقل. يا ويلك يا ابو لما، حطوك براسهم. طيب عموما خليني اروح الفاصل ونرجع نكمل تغطيتنا، فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. هذا ملف بتكلم عنه، عن كرة القدم النسائية. انطلق طبعا في الشهر الماضي، في 17 نوفمبر الماضي، لأول مرة انطلق أول دوري كرة قدم مجتمعي للسيدات، واللي نظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بمشاركة 24 فريق من الرياض وجدة والدمام
وفاز باللقب فريق التحدي من الرياض. فريق يونايتد أحد الأندية اللي شاركت في البطولة وحصل على المركز الثالث في بطولة الشرقية، وحصلت اللاعبة كارلوتا لوزا على لقب الهداف برصيد 10 أهداف. أوبا في لاعبة جانب بعد. مراسلنا طبعا في الشرقية مساعد النمشان زار تدريبات نادي يونايتد إيجلز وأجرى هذا التقرير. احنا الحمد لله فرحانين ان شاركنا باول دوري سعودي نسائي في السعوديه، وهذا الشيء يعني ساعدنا كلاعبات سعوديات من الوطن ان نحفز نفسنا، وحاب اشكر السعوديه على هذه الفرصه لنا تحت ان نسوي نمارس شغفنا بالسعوديه. سبيشال ثانكس للامير خالد بن الوليد، ثانك يو سو ماتش للفرصه، انه عن جد يعني وللدعم وذا كونستنت سبورت والأستاذة أضوى إن هي يعني طبعاً الدعم الأولى. أضوى العريفة. I was very proud of my team, very proud of the way we played our game. أنا فخورة بفريقي وبالطريقة التي نؤدي بها في الملعب. ولم أكن أعلم بجائزة الهداف، كنت فقط أركز على الانتصارات مع زميلاتي شغوفات بكرة القدم، وأنا سعيدة بأن أكون جزءا من هذا الفريق وهذه التجربة المميزة بالمملكة العربية السعودية. I started to play 11 years ago. بدأت اللعب قبل 11 عام مضت، وأنا أحب هذه اللعبة وأحب كرة القدم منذ طفولتي. I'm more than honored. It was such a great experience. أنا أكثر من فخورة بوجود الدوري النسائي لكرة القدم في السعودية. الحقيقة أن السعودية تدعم كل الرياضات النسائية، وأنا سعيدة أن أشاهد هذا التحول التاريخي والذي يسير بطريقة إيجابية بطريقة عظيمة جدا. The last one against مملكة. أعتقد أن أصعب مباراة لي في الدوري كانت الأخيرة أمام فريق المملكة الذي يلعب بطريقة جيدة، لديهم لاعبات مميزات. It was really great and especially in the sense of COVID. التنظيم للدوري النسائي لكرة القدم كان جيدا خاصة بظروف جائحة كورونا، وقاموا بعمل الفحوصات قبل كل المواجهات والعمل بالإجراءات الاحترازية، وأعتقد أنهم قاموا بعمل جيد. Well, I can tell you by week. أتدرب قرابة 6 ساعات أسبوعيا، والأهم هو الحفاظ على النظام الغذائي وتنوع التدريبات، خاصة وأن جدولي اليومي مزدحم. الهلال. أنا يعجبني الهلال في دوري MBS. Very well trained. They did a really good job. الحكام في الدوري النسائي السعودي متدربات بشكل جيد ويقومون بعمل رائع، خاصة وأنهن يتعرضن لضغوطات من اللاعبات والإداريات في الفرق، ولكن لديهم الثقة بأنفسهن وبما يقدمون. سالم الدوسري. اللاعب المفضل هو سالم الدوسري من الهلال. He's from Al Hilal, yeah. Yeah. محمد العنزي يبغالنا نتجهز لمرحلة، لأن العادة تشوف المباريات لها مود معين. هذا بينك وتركواز وألوان، ها يعني مود كرة القدم النسائية لها مود مختلف. بس عندنا مشكلة مهمة جدا في هذا الموضوع. إيش هي؟ هذا الدوري حنحسبه دوري رسمي ولا لما يصير محترفين نقول لا مر في أول هذا مجتمعي؟ لا 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 مو دوري، هذا دوري مجتمعي. إيه نتكلم الدوري مجتمعي. إيه لسه في بطولات. ايه فالدوري عام ونرجع للدوام اياها وخلينا ساكتين. شايل في قلبه متروسه. ماني شايل انا يروح للدوري التصنيفي. لا الدوريات معروفه وتاريخ معروف لا يلغى، وانا عشان كذا انبه انه انتبهوا. أيوة. هذه البطوله تلغى من التاريخ، انتبهوا. طب انت ايش رايك في فكره ان دخول المرأة لمجال ممارسة كرة القدم؟ برافو عليهم بأمانة أبو بدر. يعني المرأة نصف المجتمع، عنصر فاعل في المجتمع، كل ما يحدث من حراك هو دعم لرؤية 2030. برافو على وزارة الرياضة، اتحاد الرياضة للجميع، أيضا بالأمير خالد بن الوليد بن طلال ولي رئيس الاتحاد. قاعدين نشوف جهد وعمل بكل وضوح، نقول لهم شكرا عليه. هذه خطوة، لا ننتظر خطوات أهم، وننتظر أن نشوف عندنا دوري محترفين نسائي. بكل وضوح أبو بدر، الآن أن نقدر نقول أن المرأة في كل المجالات أصبحت مشاركة وبجانب أخوها الرجل. بس عارف الجميل محمد والكلام أيضا خالد سعود،
انه التقبل، تعرف كان في البدايه اول ما حصلت كانت صدمه لبعض الناس، شوي شوي بدا الناس يتقبلونها، بدا يشوفون انها معموله بطريقه معينه بظروف معينه بترتيب معين، فيعني بدات تصير خالد يعني الى حد ما بدا القبول حقها يرتفع. في قبول كثير بصراحه ابو بدر، هي بدايه ولا زالت يعني دون المأمول بصراحه. طبعا ولانها بدايه ممكن نتقبل ان البطولات لا زالت يعني قيد الانشاء وكذا، لكن باذن الله انه نرى مسابقات وبطولات باذن الله على مستوى، وتعرف هم يحاولون يصنعون كفاءات، يعني يبون مدراء كره ولسه يحتاجون مدربين وحكام متدربات، يعني ترى على فكره انت تتكلم عن قطاع كامل يبغى له تاسيس من الاساس فيحتاج وقت. بالضبط باذن الله ان شاء الله، الله يعين وزاره الرياضه ويعين الاتحاد السعودي للرياضه للجميع باذن الله اللي ما فيه خير، وباذن الله انهم قدها ان شاء الله ويقدمون لنا ان شاء الله ما يرضي نص المجتمع باذن الله. تخيل عدل البنات الان اللي تتدربون على التحكيم، يعني لو تخيل بعد 5 ولا 10 سنوات تفاجأ ان تجي مباراه الهلال والنصر مثلا وتصير الحكم سيده، ما هي حكم الله يعينها محمد العنزي ايش بيطلع يقول عليها. ولا مع عقلاني بيقول اصلا مطوله شعرها، مفروض تربط شعرها وحاطه ميك اب، ما فشلت تقود المباراه بميك اب وحاطه روج ازرق. المرأة أثبتت جدارتها في كل المجالات، وحتى لو خاضت مجال التحكيم أنا متأكد أنها ستنجح أبو بدر. بالتوفيق. بس النقطة المهمة، النقطة المهمة في الموضوع هذا أنه البعض له تحفظ على، يا أخي ترى في بكل وضوح نقطة آخر السطر، ترى ما أحد جابر. بس عارف، بس عارف فعلا يعني تجربة غنية، تجربة غنية أبرزت طاقات كثير في جدة وفي الرياض وفي الدمام في الأندية اللي موجودة، يعني فعلا كانت في طاقات كبيرة بس كانت محتاجة ممر. لا يعني اكتشفنا أن لها جمهور، صحيح. فخلهم يمارسونها يعني بشكل طبيعي بشكل نظامي بشكل رسمي ووفقا للضوابط المجتمعية، يعني في نهاية الأمر هي هذه الرياضة ما هي بمعزل عن الضوابط، لا هي وفق للضوابط، وخلهم يمارسونها وتتطور مع تطور المجتمع، تتطور مع تطور المجتمع. وما حد جابر أحد أنه مثلا يشارك أو لا يشارك، هذه اختيارية لمن يرغب لمن تستهوي هذه الرياضة. خلينا نشوف هذا الموجز السريع ايضا لاهم الاخبار الرياضيه. اصدر اتحاد الكره السعودي اليوم تعميما لانديه دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين بشان التنظيمات الخاصه بتسجيل اللاعبين خلال الانتقالات الشتويه، والتي تبدا في 11 من يناير المقبل وتستمر حتى 7 من فبراير 2021. واكد الاتحاد ان الحصول على شهاده الكفاءه الماليه شرط اساسي لتسجيل اللاعبين، وذلك عوضا عن مسيرات الرواتب والتي تم الاستغناء عنها. وتهدف لائحه الكفاءه الماليه الى تنفيذ المعايير المنظمه لاداره الانديه لتطبيق افضل ممارسات الحوكمه الماليه لضمان استقرارها وتحقيق الاهداف المأموله منها. يذكر أن لجنة الكفاءة المالية تضم في عضويتها فريق عمل من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين. خضع الكوري جانج لاعب الهلال السعودي لجلسات علاجية في مفصل القدم بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الاتحاد الماضية، بينما أجرى الثنائي فواز طريس ومتعب المفرج ميران لياقيا استعدادا للدخول في تدريبات الجماعية. من جانب آخر لم يشارك سالم الدوسري بالتدريبات بسبب تواجده في العيادة لآلام في مفصل القدم. يذكر أن الفريق عاود تدريباته اليوم بعد أن منح مدرب الفريق الروماني رزفان راحة للاعبين لمدة يوم واحد. قاد الكرواتي ألين هورفيت أول تدريباته مع النصر السعودي بعد تكليفه بقيادة الفريق مؤقتا خلفا للمدرب البرتغالي المقال فيتوريا، ويستعد النصر لمواجهة الفيصلي في الجولة 11 من دوري MBS. تشهد قائمة فريق الفتح السعودي عددا من الغيابات في مواجهته القادمة أمام ضمك في الجولة 11 من دوري MBS والتي ستقام الجمعة القادم في أبها. وتكمن غيابات الفتح في انضمام الخماسي النرويجي جوستاف والصربي ساشا وحسن حبيب وعبدالله اليوسف وماجد كنبة لقائمة المصابين، بالإضافة لغياب المغربي مروان سعدان بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والجزائري سفيان بالدبكة بسبب البطاقة الحمراء والتي تحصل عليها أمام الفيصلي بالجولة الماضية. انتهى وقتنا، خليني اخذ بس اذكركم مباريات الجوله الجايه. عندنا ان شاء الله يوم الخميس المقبل الباطن مع الاتحاد في حفر الباطن، والفيصلي مع النصر في المجمعه، والهلال مع الشباب في الرياض. يوم الجمعه عندنا ضمك مع الفتح في ابها، والعين مع ابها في الباحه، والاتفاق مع الوحده في الدمام. يوم السبت 2 يناير
عندنا الرائد مع القادسية في بريدة، والأهلي مع التعاون في أتأكد بس في مكة، في مكة المكرمة. راح تكون المباراة في مكة المكرمة بعد ما كان نادي الأهلي يلعب على ملعب الرديف في استاد الجوهرة. كلمة أخيرة خالد السعود. أنا بس ودي أكد على معلومة أنه الفتح الآن هو أغنى نادي سعودي على الأقل في الفترة الحالية. بكرة ممكن يجي نادي ثاني من سواء من دعم مباشر أو سبونسر أو بيع لاعب أو غيره ويحتل المركز هذا أو المسمى هذا. يعطيك العافية. شكرا أبو بدر، يعطيك العافية حبيبي. شكرا لك خالد. محمد العنزي. شكرا أبو بدر. أنا أكد بس على رسالتي للدكتور صفوان السويكت، أنت أمامك كأس الملك، كأس السوبر، كأس آسيا. أنا واثق جدا أن النصر سيمضي فيها بشكل كبير وسيحقق على الأقل لقبين من هذه البطولات، وسننتظر نهاية الدوري لنرى جدول الترتيب النهائي. النقطة الأخيرة بالنسبة لبيترسكو، المدرب اللي طرح اسمه كثيرا هذه الأيام، وهناك مصادر جزمت أو بعض وسائل إعلامية جزمت أن النصر بطريقة للتوقيع معه. أنا أكد من معلومة ومن مصدر موثوق جدا هذا الكلام غير صحيح، ولن يكون هو مدرب النصر القادم. يعطيك العافية. بس للتذكير للمشاهدين، النقاش اللي صار بيني وبين محمد العنزي هو مشكلتنا ومحمد أنا ويا ربع من زمان، فخلاص كل واحد يمون على الثاني ونخش في نقاش جدل عالي جدا. عموما يظل الرجل له وجهة نظره وتحترم وتقدر، وأيضا أنا يمكن عندي وجهة نظر ما يفهم. يعني ما كنت مقتنع في وجهة نظره بصراحة، بس من حقه أن يعبر عنه وتحترم. أبو بدر، من يفهم هذا النقاش على أنه شيء آخر هذه مشكلته. حنا نتحدث بكل وضوح، يعني هناك من يتحدث أنه في اتفاقيات في البرنامج. أنا بشكل واضح من 2003 إلى اليوم هذا بشكل مستمر اتصالات يومية بيني وبين وليد الفراج، والله ما في يوم أنه اتفقنا على شيء أو طرحنا شيء أو كذا. فهذا المشكلة، حتى لو اتفقنا ما يحفظ وليد لكن هذا الكلام مو بصحيح، ولكن ما يحفظ يا أبو خالد يا أخي، نعطيه النص ينساه. أرجع وأقول كلمة، ترى بالنسبة للتركة يا أبو بدر، ما يعني ما في أحد يموت. قام يرجع. الإرث هو التاريخ، التركة هي الأموال والأشياء المكتسبة اللي توزع على الورثة. في أحد يوزعون على وريث هموم، مشاكل، مصايب؟ ما هو كلام هذا صحيح. هذا الفرق يا أبو بدر. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا يا رب. شكرا لك محمد العنزي. شكرا لك خالد السعود. بكرة موعد آخر. صباح الخير.